بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال. هنا يتكلم عن يعني عن الإمام، ما زلنا في الحديث عن أحكام الإمام والمأموم. قال: ولا تصح خلف فاسق، يعني لا يصح الائتمام بفاسق، لا يصح الائتمام بفاسق. قال: ككافر، يعني كما أنه لا يصح الائتمام بالكافر أن يكون الإمام كافرا، كذلك لا يصح أن يكون الإمام فاسقا. لكن يعني كما ذكر الشارح يعني في الروض أنه يستثنى من ذلك الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره. الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، يعني لم يكن في البلد يعني إلا إمام فاسق هو الذي يأم بالناس الجمعة أو العيد، فلا يتخلف عن الجمعة ولا عن العيد. لكن في غيرها من الصلوات لا يصلي خلف إمام فاسق ولا خلف كافر. قال: ولا امرأة وخنثى للرجال، يعني لا يصح الاهتمام، لا يصح اهتمام الرجال بامرأة، لا يصح اهتمام الرجال بامرأة، فلا تصلي المرأة إماما برجال، ولا يصلي الخنثى إماما برجال. مر بنا يعني الخنثى هو الذي يعني لا، إما أنه يعني في أعضائه التناسلية أو كذا، يعني إما أنه ليس له لا أعضاء الذكر ولا أعضاء الأنثى، أو أنه له أعضاء الذكر والأنثى معا يعني. فهذا الخنثى لا يصح أن يصلي إماما برجال. قال: ولا صبي لبالغ، لا يصح أن يكون الإمام صبيا، لا يصح إمامة الصبي للبالغين. نعم، في بعض النسخ قال: ولا صبي لبالغ في فرض. عندكم في النسخة في فرض أو في بعض النسخ فيها ولا صبي لبالغ في فرض، واللي عليها الشرح يعني في الروض المربع يعتمد هذه النسخة اللي هي فيها في فرض، وهذا القيد يعني أبان أنه يجوز إمامة الصبي بالبالغين في نفل، لكن لا تجوز إمامة الصبي بالبالغين في فرض. وكل هذه المسائل يقول فيها لا تصح، يعني لو صلى فصلاته باطلة لا تصح. قال: وأخرس، يعني لا يصح الائتمام بأخرس الذي هو عاجز عن النطق. قال: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، كذلك لا يصح الائتمام بمن يعجز عن الركوع أو يعجز عن السجود أو يعجز عن القعود. قال: أو قيام، إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، يعني كذلك لا يصح الائتمام بمن هو عاجز عن القيام، لا يصح الائتمام بمن هو عاجز عن القيام إلا إمام الحي، إلا الإمام الراتب المرجو وزوال علته، يعني أصابه عذر طارئ منعه من القيام منعا مؤقتا، يعني لم يصبه عجز دائم عن القيام، وإنما عجز مؤقت عن القيام، انكسرت رجله أو جرحت أو كذا فعجز عن القيام، يعني عجزا مؤقتا، ففي هذه الحالة يصح الائتمام به. أما إذا يعني أصابه شيء جعله عاجزا دائما عن القيام فهنا يعني يستبدل هذا الإمام الذي يعجز عن القيام. لكن إذا كان يعني يعين إمام آخر للحي أو إمام راتب آخر يكون قادرا على القيام، لكن لو الإمام الراتب أصابه عجز طارئ على القيام فصلى قاعدا، قال: إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا. يعني هنا طيب الإمام
إمام الحي إذا أصابه عجز مؤقت، يعني ليس عجزا دائما عن القيام، أصابه عجز مؤقت عن القيام، كما لو انكسرت رجله مثلا وصار عاجزا عن القيام عجزا مؤقتا أو كذا، قال فإنه في هذه الحالة يصلي بهم جالسا ويصلون خلفه جلوسا ندبا، يعني يستحب لهم أن يصلوا خلفه جالسين. وهذا من مفردات المذهب يعني، ودليلها أن النبي عليه الصلاة والسلام سقط عن فرس وجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، جرحت ساقه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم جالسا، صلى خلفه قياما، فأشار إليهم إيه أن يجلسوا، وقال إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا صلى فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فكان هذا عذرا يعني طارئا منع النبي صلى الله عليه وسلم من القيام في يعني في عذر طارئ عرض له عليه الصلاة والسلام، أو عذر مؤقت عرض له ليس عذرا دائما، وأمرهم أن يصلوا خلفه جلوسا، لكن قال ندبا يعني ليس وجوبا، لأنهم في آخر عمره عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام صلوا خلفه قيام، فدل على أن الأمر بال يعني بالجلوس أنه أمر ندب. هذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني جمهور الفقهاء يقولون صلاتهم خلفه قياما في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام نسخ مسألة الصلاة جلوسا للقادرين على القيام خلف الإمام الجالس، لكن عند الإمام أحمد أنه لا ينسخه، وإنما هو فقط إيه يحمل الأمر من الوجوب إلى الندب. قال فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. المسألة أنه يستحب الصلاة جلوسا خلف الإمام إذا صلى جالسا، وكان جلوسا يعني مؤقتا ليس يعني مرضا دائما، فمسألة استحباب الجلوس للمأمومين خلف الإمام الجالس هذه المسألة في حالة ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا، أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم أصابه مرض أعجزه عن إتمام الصلاة قائما فقعد في أثناء الصلاة قال أتموا خلفه قياما وجوبا، فيجب عليهم أن يتموا صلاتهم قائمين خلفه. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله. قال تصح الصلاة خلف من به سلس البول، وهو يعني عدم التحكم في خروج البول فيخرج منه البول يعني بغير تحكم منه، من به سلس البول ويسمى إيه الحدث الدائم المستمر إيه بصاحبه. فمن به سلس البول كما مر بنا في أحكام الطهارة أنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويصلي بها الفريضة وما شاء من النوافل، لكن لا يصح أن يصلي إماما إلا بمثله إلا من كان معذورا مثله، به أيضا يعني حدث دائم مثله. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. لا تصح الصلاة خلف إمام محدث يعلم أنه محدث، ولا خلف إمام متنجس يعلم أنه متنجس. قال فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. يعني لو حصل أن الإمام كان محدثا لكن كان جاهلا بذلك، يعني كان محدثا لكنه جهل ذلك ولم ينتبه إلى أنه محدث، والمأموم أيضا لم يعلم أن الإمام محدث، الإمام نفسه لا يعلم أنه محدث والمأموم لا يعلم أن إمامه محدث، حتى انقضت الصلاة، فبعد انقضاء الصلاة اكتشف الإمام أنه محدث، اكتشف الإمام أنه محدث. أو كذلك نفس الشيء في مسألة النجاسة، كان الإمام مثلا في ثيابه نجاسة ولم
يعلم بها وصلى بالناس وهو لا يعلم بذلك، ولا المأموم يعلم أن إمامه متنجس. حتى بعد أن انقضت الصلاة يعني تبين للإمام أنه متنجس، فهنا تصح صلاة المأموم وحده، يعني أعاد الإمام وحده ولا يعيد المأموم الصلاة. يعني إذا الإمام صلى وهو محدث ولم ينتبه لذلك إلا بعد أن انتهت الصلاة، ولم يعلم المأموم أن إمامه محدث ولا الإمام علم أنه محدث، فإنه إذا تبين له ذلك بعد انقضاء الصلاة فإن الإمام وحده يعيد الصلاة وتصح صلاة المأموم ولا إعادة على المأموم. ولأنه ورد مثل هذا عن عمر رضي الله عنه أنه يعني وجد في ثوبه أثر جنابة بعد أن صلى به فاغتسل وأعاد الصلاة وحده، فاغتسل وأعاد الصلاة وحده ولم يأمر المأمومين بالإعادة. قال ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. قال ولا تصح إمامة الأمي، والأمي قال منصوب إلى الأم، يعني كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها، يعني كالطفل يعني المولود لا يحسن القراءة، فالأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. هنا عند الفقهاء الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، مثل عدم إحسان قراءة الفاتحة أنه يدغم حروفا لا يصح إدغامها، لأن إدغام الحرف كأنه أسقط حرفا في موضع لا يصح فيه الإدغام، الإدغام هو حذف الحرف الأول والنطق بالثاني مشددا، ففي المواضع التي يعني ورد فيها إدغام كإدغام المتماثلين ونحو، وإدغام النون في الحروف التي تدغم فيها ونحو ذلك، فهذا إدغام مشروع. لكن إذا أدغم ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو أبدل حرفا من حروف الفاتحة بآخر، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، واللحن هو الخطأ في القراءة والإعراب، لحنا يحيل المعنى مثل مثلا هي أو يبدل، إحنا مر بنا اللي هو يبدل حرفا، مثاله من يبدل الراء غينا مثلا، من يبدل الراء غينا، لكن استثنى في الشرح إبداله من يبدل ضاد المغضوب والضالين بضاء، فهذا قالوا يعني هذا لا يبطل الصلاة لكونه يعني يعتبروه مثل اللحن الخفي يعني لتشابه الحرفين، لكن إبدال الراء غينا مثلا هذا جعله يبطل الصلاة. أو لحنا يحيل المعنى مثاله كسر كاف إياك وضم تاء أنعمت، اللحن الذي يحيل المعنى يعني يغير المعنى مثل إياك نعبد، فلو كسر وقال إياك أستغفر الله مثلا فهذا إيه لحن يحيل المعنى، أو بدل أن يقول أنعمت عليهم قال صراط الذين أنعمت مثلا، فهذا لحن يحيل المعنى. فإذا لحن لحنا يحيل المعنى لا تصح إمامته إلا بمثله، فإذا صلاته تكون صحيحة لنفسه لكن لا تصح إمامته إلا بمثله، فتصح لمساواته له. طيب قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، لو كان قادرا على إصلاح هذا الشخص يعني يلحن لحنا يحيل المعنى وهو مقصر في التعلم، يعني عنده قدرة على أن يتعلم ولكنه غير مهتم من أن يصحح قراءته، عنده من يحسن القراءة يمكن أن يعلمه لكن هو لا يسعى في تصحيح قراءته، هناك فرق بين من سعى في تصحيح قراءته لكن هذا غاية ما يقدر عليه فهذا معذور، لكن من كان يعني لا يسعى في تصحيح قراءته ويصلي وقراءته للفاتحة فيها خلل و لا يقدر على إصلاحه ولم يصلحه لم تصح صلاته، فلا يصح إمامته بغيره ولا تصح صلاته لنفسه حتى يصحح هذا الخطأ.
ويصلي بعد تصحيح. نعم. لا يصلي معه يعني. يعني هل يعني نترك المسجد يعني مخاوف الفتنة ولا يعني ولا نصبر يعني حتى مثلا نجد فرصة يعني ننبهه عليه ولا ماذا؟ والله لا يعني صلاته باطلة خلفه يعني لا يصح أن يصلي خلفه. لو صلى خلفه يعيد الصلاة. وهو قد يعني إذا الذي يحسن الفاتحة إذا صلى خلف من لا يحسنها فإنه يعني يعيد هذه الصلاة. شيخ في هذا الحال هل المأموم إذا كان كفر يعني إذا كفر هل يصر على عدم إمامة هذا الشخص إذا علم هذا منه؟ نعم يعني هذا من باب تغيير المنكر يعني تدخل في ضوابط تغيير المنكر يعني إذا استطاع أن يغيره من غير أن يترتب عليه منكر أكبر يعني سعى في تغييره. إذا كان يخشى أن يترتب عليه منكر أكبر يعتزل هو المكان هذا لا يصلي معه ويتركه. طيب قال وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. وتكره إمامة اللحان يعني كثير اللحن. اللحان هو كثير اللحن وهنا قال إيه كثير اللحن قال الشارح يعني كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده. ماشي يبقى عندنا إيه اللحن في الفاتحة إذا كان لا يحيل المعنى تصح به الصلاة واللحن في غير الفاتحة سواء كان يحيل المعنى أو لا يحيل المعنى تصح معه الصلاة لم يمنع صحة إمامته. يعني إذا عندنا اللحن في الفاتحة وفي غير الفاتحة. في الفاتحة إن أحال المعنى بطلت الصلاة خلفه ولم تصح إمامته. لكن إذا كان اللحن في الفاتحة لا يحيل المعنى لا يحيل المعنى فإنه إيه يعني تصح إمامته إذا لحن في الفاتحة لحنا لا يحيل المعنى. طيب بالنسبة لغير الفاتحة إذا لحن فيها لحنا سواء أحال المعنى أو لم يحل المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة. لكن قال إيه يعني إلا إذا تعمد ذلك يعني إلا إذا كان يعني هو متعمدا أن يلحن في القرآن وهو يعرف الصلاة فهذا الذي يبطل الصلاة حتى لو في غير الفاتحة. قال والفأفاء إمامة اللحان اللي هو كثير اللحن واللحن اللي هو الخطأ في الإعراب يعني اللحن هو الخطأ في الإعراب والفأفاء والتمتام. والفأفاء قال الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. الفأفاء هو الذي يكرر حرف الفاء والتمتام هو الذي يكرر حرف التاء. ف يعني بعض الناس قد يكون به عيب في النطق فيكرر حرف الفاء أو يكرر حرف التاء فهذا تكره إمامته. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف. من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد ونحوها. قال وأي أمة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. كذلك يكره أن يصلي رجل إماما بنساء لا رجل معهم. يعني رجل واحد إماما بامرأة واحدة أو رجل أجنبية عنه أو رجل واحد إماما بعدد من النسوة الأجنبيات عنه وليس معه رجل آخر. قال فهذا يكره. لا ما قال أجنبية. أي نعم يعني لكن لو رجلان يعني رجل وخلفه رجل ونسوة أجنبيات لا يضر لا يكره هذا. يعني إمامة الرجل بمحارمه هذه لا كراهة فيه هذه لا كراهة فيه. لكن كلام هنا عن إمامة رجل بامرأة أجنبية واحدة ما حكمه؟ يكره. الصلاة صحيحة لكن مكروهة.
يعني معناها أن الأولى أنه يصلي وحده وهي تصلي وحده. إذا كان رجل معه امرأة أجنبية واحدة يصلي وحده وتصلي وحده، أو رجل واحد ونسوة أجنبيات عنه فأيضا تكره إمامته بهن. الأولى أنه يصلي وحده والنسوة الأجنبيات يصلين وحده. لكن لو رجلان أو أكثر يعني مجموعة رجال ونساء يصلي الرجل، حتى لو رجلان ونسوة أجنبيات لا يضر هذا، يعني هذا لا يكره، فيصلي الرجل إماما ومعه مأموم رجل واحد على الأقل أو أكثر ونسوة أجنبيات لا يضر هذا لا يكره. فإذا يكره أن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. يكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق، كأن يكون يعني القوم يكرهونه لخلل في دينه أو لظلم لكونه ظلمهم أو لخلل في دينه فهم يكرهونه بحق. فهنا يكره له أن يأمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. هو رجل أما قوما وهم له كارهون، فهؤلاء قال لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم. وهنا يعني قالوا ليس المقصود يعني بطلان الصلاة، ولكن المقصود هنا الحرمان من ثوابها، هذا مما يعني يمنع الإثابة على الصلاة، لكن تكون الصلاة صحيحة مجزئة يعني لا تقضى. ولكن فرجل أما قوما هم له كارهون، لكن قال أن يكونوا كارهين له بحق. يعني هنا تلاحظون وضع قيدين، القيد الأول أن يكون الكارهون له أكثر القوم، قال أكثرهم يكرهه، والقيد الثاني أن يكون أكثرهم يكرهه بحق. واضح؟ أن الإمام أحمد رحمه الله قال إن كان يعني كرهه يعني رجل أو رجلان أو كذا فلا بأس، يعني قد لا يخلو يعني أن يكون إذا صلي بجمع كبير أو كذا أن يكون فيهم واحد أو اثنان يكرهونه، لكن إذا صار يعني الذين يكرهونهم أكثر المصلين خلفه فيكره أن يصلي بهم إماما. والقيد الثاني هو أن يكرهوه بحق، لأنهم قد يكونون كارهين له لكونه هو على السنة ويأمرهم بالخير وكذا، ويكون الخلل فيهم، يعني قد يكون هو الإمام الذي هو على السنة وعلى الاستقامة والذين يصلون خلفه يعني هم الذين بهم يعني ضعف في دينهم ولا يعني وهم يكرهونه لاستقامته وكونه على السنة أو يأمرهم بالمعروف أو كذا، إذن يكرهونه بباطل، فهنا لا يضر حتى لو كرهه أكثرهم، لكن الذي يضر أن يكرهه أكثر القوم بحق. قال وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. قال تصح إمامة ولد الزنا، يعني لأنه ورد في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد الزنا شر الثلاثة، قال ولد الزنا شر الثلاثة، وفي يعني هو شر من أبويه، وفي بعض الأحاديث يعني قال شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه، يعني جمعا إيه، وهذا يعني يفسر الحديث جمعا بينه وبين قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى. فهنا قال ولد الزنا يعني تصح صلاته إذا سلم في دينه، قال يعني قال وتصح إمامة ولد الزنا. قال والجندي، الجندي وذكر الفقهاء الإمام ابن قدامة وغيره أن الجنود يكثر فيهم الفسق والظلم لكثرة فسقهم وظلمهم، يعني يغلب عليهم الفسق والظلم في الجنود، فلذلك يعني كره بعض الفقهاء إمامة الجندي. لكن هنا يقول يعني تصح إمامة ولد الزنا وتصح إمامة الجندي إذا سلم دينهما، إذا كان دينهما سالما فتصح إمامتهما. قال ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه.
يعني وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضي الصلاة. يعني شخص يصلي الظهر أداء تصح إمامته بمن يصلي الظهر قضاء. وعكسه يعني وتصح إمامة عكسه، يعني من يصلي الظهر قضاء تصح إمامته بمن يصلي الظهر أداء. واضح؟ الذي يصلي نفس الصلاة، يعني رجلان كلاهما يصلي الظهر، أحدهما يصليها أداء والآخر يصليها قضاء، فالذي فتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. قال وعكسه لا مفترض بمتنفل، لا مفترض بمتنفل يعني لا تصح، لا يصح اتمام مفترض بمتنفل، لا يصح اتمام، لا يصح يعني أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، لا يصح أن يكون الإمام متنفلا وأن يكون المأموم مفترضا. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، ولا يصح أيضا إيه، ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو يصلي غير صلاة العصر. يعني إذن لابد من اتحاد الصلاتين. طبعا هذا على المذهب يعني وعلى المعتمد في المذهب، وهذه من المسائل الخلافية، مسألة إمامة المتنفل بالمفترض وإمامة من يصلي صلاة بمن يصلي غيرها، هذه من مسائل الخلاف. لكن هنا المعتمد في المذهب أنه لا يصح اتمام مفترض بمتنفل، لا يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا، ولا يصح أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى، مثاله الظهر والعصر. يعني إذا كان الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر قال لا يصح اتمامه به. نعم. نعم. قد يعني كيف يكون هذا يصليها أداء وهذا يصليها قضاء؟ يعني هذا ممكن مثلا يتصور في حالة ما إذا كان الجمع مباحا مثلا، أو ممكن يعني من صوره يعني إذا كان الجمع حين يباح الجمع بين الصلاتين، فمثلا يمكن أن يكون أحدهما يعني يصلي الصلاة أداء، يعني لم يحصل أنه الثاني يصليها قضاء. قال فصل يقف المأمومون خلف الإمام. قال يقف المأمومون خلف الإمام. قال يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط. يقول المأمومون يقفون خلف الإمام، ويصح أن يقف المأمومون عن يمين الإمام، يصح أن يقف المأمومون عن يمين الإمام، ويصح أن يقف المأمومون على جانبي الإمام، يعني بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، لكن لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام. نعم. قدامه وإن صلى قاعدا. نعم. طيب نعم، فيقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه وإن صلى قاعدا، هكذا؟ نعم، لا قدامه وإن صلى قاعدا، يعني حتى لو كان المأموم يصلي قاعدا لا يقف قدامه. هنا يعني عندنا برضو في الشرح في مسألة يعني القاعد، قال وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر. يعني بالنسبة لصلاة القاعد، لو الإمام قائم والمأموم قاعد
فهنا القاعد قد يمد رجليه، فقال لا يضر تقدم رجلي المأموم القاعد على الإمام، يعني لا يضر تقدم المأموم القاعد على الإمام. العبرة بأن يعني أن تكون مقعدة المأموم لا تتقدم على الإمام، لكن لو تقدمت رجلاه لا يضر ذلك يعني. طيب، فإذا يقول لا يصح أن يصلي المأموم قدام الإمام، ولا عن يساره فقط، ولا عن يساره فقط، يعني إذا صلى مأموم عن يسار الإمام ويمين الإمام خال ليس فيه أحد، لا تصح صلاة من صلى عن يسار الإمام إذا كان يمين الإمام خاليا. لكن لو كان عن يمين الإمام بعض المصلين وعن يساره بعض المصلين صح، أو عن يمين الإمام بعض المصلين ويساره كان خاليا يصح، لكن لو وقف المأموم عن يسار الإمام ويمين الإمام خال بطلت صلاة المأموم، ولو صلى المأموم قدام الإمام أيضا بطلت الصلاة لا تصح. قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، ولا الفذ يعني ولا تصح صلاة الفذ أي المنفرد، ولا تصح صلاة الفذ يعني لا تصح صلاة المنفرد الذي يصلي وحده يعني منفردا. الفذ هنا بمعنى هو مأموم، يعني ليس منفرد بمعنى يعني أنه يصلي وحده، وإنما ليس مع الجماعة، وإنما المقصود أنه يعني هو مأموم وينوي الائتمام، ولكنه فذ يعني يصلي وحده خلف الإمام أو خلف الصف، يعني قد يكون الإمام واحدا إذا وقف خلفه مأموم واحد لا تصح صلاته، أو إمام وخلفه صف ثم خلف الصف مأموم واحد منفرد لا تصح صلاته أيضا، إلا أن تكون امرأة، إلا أن تكون امرأة، لأن المرأة موقفها خلف الرجال، فالمرأة الواحدة لو كانت خلف إمام رجل واحد وصلت خلفه هذا يصح، أو كانت امرأة واحدة خلف صف من الرجال صلت امرأة واحدة خلفهم فيصح هذا أيضا. نعم حيوضح هنا، حاضر إن شاء الله. قال سيوضح مسألة الفذ يعني لها تكملة ستأتي بعد قليل. قال وإمامة النساء تقف في صفهن، وإمامة النساء تقف في صفهن، يعني المرأة إذا صلت إمامة بنساء فإنها لا تتقدم عليهن وإنما تقف معهن وسط الصف. قال ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، الذي يلي الإمام يعني الذي يقف خلفه مباشرة يكون الرجال، ثم بعد صفوف الرجال يصف الصبيان، ثم بعد صفوف الصبيان تصف النساء. قال كجنائزهم يعني مثل ترتيب وضع الجنائز، إذا كان توفي رجال وصبيان ونساء، لكن طبعا في الجنائز هم يعني توضع الجنائز أمام الإمام، الجنائز يعني أجساد الموتى التي يصلى عليها توضع أمام الإمام، لكن الذي يليه يعني هنا يليه بس يليه في الأمام، يعني الذي يليه هو أقرب شيء للإمام يكون من الرجال أولا، ثم بعد الرجال يوضع الصبيان، ثم بعد الصبيان توضع جنائز النساء، فترتيب الجنائز هكذا، يعني إذا كان الإمام يصلي صلاة واحدة على رجال ونساء وصبيان فالذي يلي الإمام يعني أقرب شيء للإمام الرجال، ثم بعدهم الصبيان، بعدهم النساء، لكن هنا الترتيب طبعا يكونون أمام الإمام. فقال كما أن أقرب شيء للإمام الرجال والذي بعدهم الصبيان وأبعد شيء النساء، فكذلك إذا صلى الإمام وخلفه مصلون الرجال خلفه ثم الصبيان ثم النساء. نعم نعم أيوة والله يعني الصواب في هذه الحالة يعني في حق من جهل يعني وصلى عن يسار الإمام أو قدام الإمام
من جهة الترجيح يعني، من جهة الترجيح فالراجح أن صلاته تصح يعني وأنه يعفى عنه إن شاء الله. نعم. ما حكم صلاة الإمام الذي يجب لا يراعي لا يراعي حده، لا يراعي شدود القراءة، مثلا الفاتحة لها حدود لا يراعي شدود شدات الفاتحة يعني يخل بها؟ ويخل بها. مر بنا أن من أخل بشدة من شدات الفاتحة بطلت صلاته يعني، إلا أن يكون عاجزا عن ذلك يعني لا يصح الاهتمام به. إذا كان إماما أو منفردا يعني. طيب قال ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. يعني قلنا أن صلاة الفذ خلف الصف باطلة، يعني واحد إذا وقف واحد خلف الصف فصلاته باطلة، أو إذا وقف واحد خلف الإمام فصلاته باطلة. طيب يقول إذا الإمام يعني يصلي وخلفه صف، هذا الصف مكون من يعني رجل مسلم وبجواره كافر، الرجل المسلم هذا يعتبر فذا حتى لو كان يقف بجواره كافر فهو في حكم الفذ، يعني لأنه إيه يعني لا يصح وقوف الكافر معه فوجوده كعدم، يعني كأنه الآن هو إيه فذ خلف الصف، فيعامل معاملة الفذ خلف الصف فتكون صلاته إيه باطلة أيضا لأنه فذ خلف الصف. أو رجل ومعه امرأة ووقف خلف الإمام أو خلف الصف، يعني صلى رجل وامرأة خلف الإمام أو خلف الصف، دخل الرجل وزوجته مثلا وقف صفا واحدا خلف صف المصلين فهو يعتبر فذا خلف الصف فصلاته باطلة أيضا. إذا يعني رجل وقف خلف الصف وعن يمينه أو معه يعني صافف معه محدث، قال أو من علم حدثه أحدهما، يعني إما هو يعلم حدث نفسه أو هو يعلم يعني إما يعني أحدهما يعلم حدث المحدث هذا، إما هو المحدث يعلم حدث نفسه أو الذي يصف معه يعلم أن الذي بجواره محدث، واضح؟ فيعتبر فذا أيضا في هذه الحالة، يعني هو في حكم الفذ. أو صبي في فرض، كذلك أيضا من صف معه صبي في فرض، من صف معه صبي في فرض فيعتبر أيضا إيه؟ يعتبر فذا في هذه الحالة، يعني شخص وقف خلف الصف وعن يمينه صبي يصف معه فهو يعتبر فذا فلا تصح صلاته في كل هذه الصور. وهنا يلاحظ يعني قال إيه أو صبي في فرض، فمعناه أنه لو صاف معه الصبي في النفل صحت إيه الصلاة. قال ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، يعني الذي يدخل الآن والناس يصلون جماعة، إذا وجد فرجة في الصف يعني مكانا يتسع له في الصف وقف في هذه الفرجة، إذا وجد فرجة يعني مكانا خاليا في الصف يمكن أن يصف فيه مع المصلين دخل في هذه الفرجة وصف معه. وإلا عن يمين الإمام، يعني الصف مكتمل ودخل شخص متأخر ووجد الصف مكتملا ماذا ولا فرجة فيه، لا ليس في الصف مكان يتسع له، فالآن قال لا يقف يعني يصلي فذا منفردا وحده وإنما يقف عن يمين الإمام، وإنما يقف عن يمين الإمام. فإن لم يمكنه، إذا لم يمكنه هذا يعني أن يقف عن يمين الإمام، فله أن ينبه من يقوم معه، له أن ينبه
من يقوم معه أن ينبه بعض المصلين أن يقوموا معه. قالوا إما بإشارة أو بكلام، يعني ينادي أحد المصلين يقول له تأخر لتصف معي، أو يشير إليه إشارة ليرجع إلى الخلف ليصف معه. قالوا ويكره جذبه، يعني كما قال في الروض، قال ويكره جذبه، يعني يكره أن يجذبه، لكن ينبهه بالكلام أو بالإشارة. وهنا في الشرح قال ويتبعه من نبه وجوبا، ويتبعه من نبه وجوبا. نعم، إذا سحب أحدا يعني ليصلي معه، يختار يأخذ أحدا من طرف الصف، يعني إذا نبه أحدا ليصلي معه يأخذه من طرف الصف حتى لا يحدث فرجة في الصف. بالنسبة لابتداء الصف، يعني طبعا الأولى في ابتداء الصف الجديد أن يكون من خلف الإمام، يعني إذا تيسر ذلك، إذا لم يتيسر من أي مكان. قال نعم. حتى يكون يعني حتى لا يكون فذا، لا يكون بينه وبين الإمام حائل، يعني يصف مع الإمام، يعني أو ينبه أحد المأمومين ليتأخر ويصلي معه. قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح. فإن صلى فذا ركعة، صلى ركعة كاملة منفردا خلف الصف، بطلت صلاته. إذا صلى ركعة فأكثر خلف يعني فذا لم تصح صلاته. قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، إن ركع فذا ثم دخل في الصف، يعني خشي أن يفوته الركوع، دخل والإمام راكع وخشي أن يفوته الركوع، فكبر وركع وهو فذ ومشى يعني خطوات وهو راكع حتى دخل في الصف، فيه صحت صلاته. وكذلك أيضا أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت، يعني إذا خشي أن يفوت الركوع فكبر وركع وأدرك الركوع مع الإمام وهو فذ، يعني وكان منفردا خلف الصف، ثم دخل رجل آخر وصف معه قبل سجود الإمام، قال صحت صلاته. بالنسبة لإمامة الصبي بالرجال، يعني المذهب أنه لا تصح إمامة الصبي بالرجال لا في الفرض ولا في النفل، لكن يعني ذكرنا أن بعض الفقهاء يعني أجاز إمامة الصبي مطلقا وبعضهم أجازها في النفل، لكن المعتمد في المذهب لا تصح إمامة الصبي لا في فرض ولا في نفل. لكن غير مسألة اللي هي مصافة الصبي في النفل، فقالوا تصح مصافته، يعني لا يكون المأموم فذا إذا كان يصف معه صبي في نفل، لكن إذا صف معه صبي في فرض فيكون فذا. قال فصل يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره. يصح اتمام المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يرى الإمام، ولا من وراءه إذا سمع التكبير. يعني يقول في المسجد لا يضر عدم رؤية الإمام ولا عدم رؤية من وراء الإمام، طالما المأموم يسمع التكبير فلا يضره ذلك. يعني إذا كان في المسجد ولكنه لا يرى الإمام، أو وكذلك لا يرى من وراء الإمام، يصح ذلك طالما كان يسمع التكبير. هذا بالنسبة لمن يصلي في المسجد.
قال وكذا خارجه، وكذا خارجه يعني خارج المسجد، إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف. بالنسبة للائتمام أن يكون المأموم خارج المسجد، فهنا يشترط أن يرى الإمام أو يرى المأمومين، ويشترط اتصال الصفوف، يعني تكون الصفوف متصلة، يعني مرات المسجد ازدحم والناس يصلون في الطريق في الشارع، فطالما الصفوف متصلة يعني ليس بينها فواصل، يعني من عند آخر صف يصفون صفا خلفه، لا يقطع بينها يعني لا يقطع بينها طريق أو نحوه، فطالما اتصلت الصفوف فإنه تصح صلاة المأموم إذا كان يرى الإمام أو يرى المأمومين والصفوف متصلة. طيب قال وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. قال تصح خلف إمام عال عنهم، لو موضع الإمام عال عن موضع المأمومين قال يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر والناس يصلون خلفه، فيصح أن يكون الإمام عاليا عن المأمومين، لكن يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. يكره إذا كان علو الإمام ذراعا فأكثر، الذراع حوالي نصف متر، 50 سنتيمترا تقريبا، فإذا كان علو الإمام يعني أكثر من ذلك، يعني في مثلا منطقة مرتفعة والإمام يصلي عاليا عن المأمومين ذراعا فأكثر، فإنه يكره ذلك. لكن إذا كان موضع الإمام مثلا مرتفعا قليلا دون الذراع فلا يكره. قال كإمامته في الطاق، يعني يكره كما تكره إمامته في الطاق، والطاق اللي هو المحراب وداخل المحراب، قالوا الكراهة إذا كان يعني إذا كان هذا المحراب يحجز الإمام ويمنع رؤية المأمومين له. أحيانا المحراب يكون يعني عميقا داخلا كثيرا يعني إلى الداخل وضيقا، فإذا كان المحراب يعني بكيفية الطاق اللي هو قوس المحراب، هذا اللي هو داخل المحراب المقوس في الأمام، فإذا كان المحراب يحجز الإمام عن أن يراه المأمومون فيكره ذلك، يكره ذلك، فيتأخر يعني قليلا لا يصلي داخل الطاق إذا كان يمنع رؤية المأمومين له. لكن مرات بعض المحاريب يعني تكون واسعة والإمام يكون مكشوفا يراه المأمومون حتى لو وقف فيه، فهذا لا يضر لا يكره يعني. قال وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. قال يقول وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، يكره أن يتطوع الإمام يعني يصلي السنن أو النوافل في نفس الموضع الذي صلى فيه الصلاة المكتوبة، إلا من حاجة يعني ألا يجد، والحاجة هي ألا يجد موضعا آخر يصلي فيه، فله أن يصلي النافلة محل صلاته المكتوبة، لكن إذا وجد محلا آخر فينتقل عن مكانه ليصلي في محل آخر. ممكن يعني نضيف يعني فائدة في موضوع مسألة اتصال الصفوف، يعني هنا في الشرح يقول يعني صاحب الروض المربع في الشرح يقول إن رأى الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، يعني يصح الائتمام إذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، حتى لو كان يراهم في بعض الصلاة وليس في كل الصلاة، حتى لو كان يراهم من شباك ونحوه. قال وإن كان بين الإمام والمأمومين نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف
ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه، أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. نعم، يعني كما ذكر أخونا يعني لا يصح الاهتمام بمتابعة الإمام في التلفاز ونحوه، هذا لا يصح لأن الصفوف غير متصلة. طيب، قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني يكره أن يطيل الإمام قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، يعني إمام بعد الصلاة كما ورد في الحديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم، فكان لا يقعد إلا بهذا المقدار ثم يستقبل المأمومين. فالإمام يعني بعد أن يفرغ من الصلاة يعني لا يقعد إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستدير ليستقبل المأمومين. فإذا أطال الإمام قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فيكره له ذلك. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، لكن يعني إذا كان خلفه نساء فظل الإمام مستقبل القبلة قليلا حتى تنصرف النساء فلا بأس. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، يكره وقوف المأمومين بين السواري إذا كانت السواري تقطع الصفوف، السواري اللي هي أعمدة الأعمدة التي ترفع سقف المسجد ونحوه، فيكره أن يصلوا بين أن تكون هذه الأعمدة قاطعة للصفوف إلا للحاجة، يعني محل الكراهية يعني إذا لم تكن هناك حاجة يعني بالإمكان أن يتقدم الصف قليلا أو يتأخر ليتفادى العمود حتى لا يقطع الصف، إذن يكره أن يجعل العمود يقطع صفوفهم إذا لم يكونوا بحاجة إلى ذلك، يعني مسجد واسع مثلا والمصلون يكفيهم مثلا أن يصلوا صفين أو ثلاثة، ويوجد أماكن واسعة بعيدة عن الأعمدة تكفي ليصف فيها المصلون، إذا لا يصفون بين السواري إلا لحاجة، إلا إذا كان مكانه ضيقا يحتاجون إلى الصف بين السواري. قال فصل ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض، هنا يتكلم عن الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة، تبيح التخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة. قال ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض، مريض يباح له ترك الجمعة والجماعة لعذر المرض، ومدافع أحد الأخبثين، يعني حضر وقت الصلاة سواء جمعة أو جماعة وهو بحاجة إلى قضاء حاجته يدافع الأخبثين يعني البول والغائط أو كذا، يعني كان بحاجة إلى قضاء حاجته فانشغل يعني بقضاء حاجته فخرجت صلوا مثلا الجمعة أو صلوا الجماعة وهو يعني بسبب أنه يدافع الأخبثين فذهب لقضاء حاجته فيعذر في ذلك. ومن بحضرة طعام محتاج إليه، أيضا من بحضرة طعام محتاج إليه يعذر في ترك جمعة وجماعة. قال في الشرح قال ويأكل حتى يشبع، قال ويأكل حتى يشبع لما ورد يعني في الايه في حديث في الحديث يعني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسمع صوت الإمام في المسجد ويعني إذا وضع له عشاءه فلا يخرج ولا يعجل، يعني لا يتعجل في أكله ولا يعني لا يترك طعامه ليصلي مع الجماعة ولا يتعجل يعني في أكله فيأكل يعني حتى يشبع ثم بقي إن أمكنه إدراك الجماعة يأكل. ابن عمر رضي الله عنه. بس طبعا يعني لا يتعمد الإنسان أنه يحضر طعامه في هذا الوقت، يعني لا يتخذ ذلك عادة، يعني لكن لو حصل يعني مرة مثلا حضر طعام وهو محتاج إليه في وقت جمعة أو جماعة فمعذور. قال وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، يعني من الأعذار أيضا من يخاف ضياع ماله أو يخاف فوات ماله أو يخاف ضررا فيه
هنا قال الشارح قال كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه، يعني مثلا معه مال أو متاعه، إذا ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة يخشى أن يسرق متاعه. قال أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا، أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا، أو يخاف فوته إن ترك. وكذلك يعني وذكر أمثلة إيه أخرى لذلك، يعني من كان مستأجرا لحفظ بستان أو مال أو يتضرر في معيشة يحتاجها. فإذا إيه من كان يخشى ضياع ماله أو فوات ماله أو ضررا في ماله فيباح له التخلف عن الجمعة والجماعة. أو موت قريبه، قال أو موت قريبه، قال الشارح أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، أو خاف على أهله أو ولده. قال أو على نفسه من ضرر أو سلطان، كذلك من يخاف على نفسه ضررا إذا صلى الجمعة قال كسبع ونحوه، أن يكون في الطريق مثلا إلى المسجد سبع أو ونحوه. قال أو سلطان، يعني كذلك من كان يعني إذا صلى في المسجد مثلا ربما آذاه سلطان يأخذه مثلا فيحبسه أو يقتله أو كذا، يعني فيخاف فهو مختف منه. قال أو ملازمة غريم ولا شيء معه، كذلك من يكون مدينا وإذا صلى في المسجد رآه الإيه صاحب المال وآذاه وطالبه بالقضاء، قال ولا شيء معه يدفعه به، يعني هو معسر يعني ليس معه، لا يكون مماطلا يعني وممتنعا من سداد الدين وهو قادر على سداده، فهنا يعني ليس له أن يتخلف من أجل ذلك وليس له أصلا أن يماطل في أداء الحق. لكن إذا كان معسرا وغريمه إذا رآه في المسجد طالبه بقضاء الدين وهو معسر فله أن يتخلف عن الجمعة والجماعة حتى لا يراه غريمه. قال أو من فوات رفقته، أو من فوات رفقته، كأن يكون يعني مسافرا سفرا مباحا ويخشى أنه تفوته الرفقة إذا ذهب يصلي والذين معه يسافرون ويتركونه. قال أو غلبت نعاس أو أذن بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة، فكل هذه أعذار تبيح ترك الجمعة وتبيح ترك الجماعة. ويلاحظ يعني أن المذهب الوحيد الذي فيه وجوب صلاة الجماعة وهو مذهب الإمام أحمد هو أوسع المذاهب في الأعذار التي تبيح تركها، يعني فمحل الوجوب حيث خلى من هذه الأعذار المذكورة. ومر يعني من قبل أن الوجوب كما قال أنها واجبة يعني ولو في بيت، يعني وكونها في المسجد يعني من المستحب. قال باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار. قال تلزم المريض الصلاة قائما، تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه. إذا المريض إذا كان يستطيع أن يصلي قائما فعليه أن يصلي قائما، حتى لو احتاج أن يصلي قائما معتمدا على شيء أو مستندا إلى شيء، معتمدا على عصا أو مستندا إلى جدار ونحوه بسبب المرض، فيصلي قائما إن استطاع أن يصلي قائما. فإن لم يستطع المريض أن يصلي قائما صلى قاعدا، فإن عجز أن يصلي قاعدا، فإن عجز أن يصلي قاعدا. وبالنسبة لصفة القعود يعني على أي صفة قعد يعني أجزأه، لكن الأفضل أن يصلي متربعا، أن يصلي متربعا يعني أن يجلس متربعا فهذا أفضل، لكن يجوز أن يصلي على هيئة قاعدا على هيئة
الجلوس في الصلاة مفترشا أو متوركا، ويجوز أيضا أن يصلي قاعدا على كرسي منعم. فيقول فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فعلى جنبه، والجنب الأيمن أفضل، على جنبه الأيمن، يعني الجنب الأيمن أفضل إن استطاع، وله أن يصلي على جنبه الأيسر أيضا إذا صلى على جنبه الأيسر، حتى لو كان قادرا على الصلاة على جنبه الأيمن فله ذلك. فيكون على جنبه ووجهه في اتجاه القبلة، يعني مثلا يعني لو قلنا مثلا هذا رأس المصلي وهنا رجل المصلي، يعني لو هنا رأسه وهنا رجله وهذا جنبه الأيمن، والقبلة مثلا في هذا الاتجاه، لو القبلة في هذا الاتجاه فيكون رأسه هنا ورجله هنا في اتجاه القبلة. قال فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، يعني إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه، لا على جنبه الأيمن وجهه إلى القبلة، ولا على جنبه الأيسر برضو تكون مثلا رأسه هنا على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، إذا استطع ذلك فيصلي مستلقيا، يكون هنا رأسه وهنا رجلاه في اتجاه القبلة، ورأسه إيه؟ يعني هذه رأسه ورجلاه في اتجاه القبلة. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. قال في الشرح قال وكره مع القدرة على جنبه، وكره مع القدرة على جنبه، يعني إذا كان يقدر أن يصلي على جنبه فيكره له أن يصلي مستلقيا، لكن معناه أنه لو صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة وهو قادر على الصلاة على جنبه، يعني الصلاة صحيحة ولكن يكره له ذلك. أما إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه يتعين عليه أن يصلي مستلقيا في هذه الحالة إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه. يعني شاب أسلم يعني قبل قليل دخل المسجد ويريد أن يعلن إسلامه، فإن شاء الله نحضره يعلن إسلامه. نعم يريد أحد أن يكلمه يعني، ولا يريد فقط يعلن الشهادة؟ نعم لا ترجم له الشهادة فقط يعني، ولا يريد أحد يتحدث معه؟ الحديث معه ممكن بعد الدرس. طيب قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. بالنسبة للذي يصلي مستلقيا يرفع رأسه قليلا، يعني يكون رأسه قليلا يضع وسادة تحت رأسه إذا أمكن، هذا في من يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. من صلى قاعدا يومئ راكعا وساجدا، يعني يشير إلى الركوع، يحني رأسه وصدره قليلا إشارة إلى الركوع، ويحني رأسه وصدره كذلك إشارة إلى السجود. تفضل يا شيخ. ويكون السجود أخفض عن الركوع. ويلكم يا شيخ. البيت أفضل من إن شاء الله.
السيد أيضا أخونا لوكس ما شاء الله نسأل الله تعالى أن يثبته ويشرح صدره إن شاء الله ريبيت أفتر مي سيد أي بير ويتنس I bear witness There is no God worthy of worship except Allah There is no God worthy of worship except Allah And Muhammad is his messenger And Muhammad is his messenger بالعربي إن شاء الله سأشهد أشهد الله الله إله إله إلا إله الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله الحمد لله الله تكبير الله اكبر جمال ان شاء الله يعني والانسب ان كل سنه ان شاء الله actually you are better than all of us here Allah subhanahu wa ta'ala she knows that he instructs you like a new brand new so I hate to interrupt Sheikh Ali Flex Inshallah, but this is a very important moment for all of us. And I want all of my brothers and my sisters to realize that now this is your brother and sister in Islam. And this brother right here, today Allah subhanahu wa ta'ala makes you like a brand new baby. Now there is only one thing that happens in a Muslim's life, whether we go to Hajj, there's only a couple different things that sets us over again. So this is a very important moment for your life, and for all of us to witness. And Allah subhanahu wa ta'ala may make us on the Day of Judgment that we can be there with you in that, inshallah. And so we're all responsible to teach you how to be a Muslim, how to teach you to do salat, to pray to the Creator of the heavens and the earth. So this is a very good moment, and that's why all of these brothers and these sisters, you know, we kind of like giving hugs, so inshallah, just like with you. طيب قال فإن عجز أو مأ بعينه يعني إذا عجز أن يصلي قائما وعجز أن يصلي قاعدا وعجز أن يصلي على جنبه أو مستلقيا فإنه في هذه الحالة يومئ بعينه يعني إذا عجز عن كل ما سبق فإنه يومئ بعينه للركوع والسجود ويكفيه ذلك فينوي يعني ويستحضر النية في قلبه ويومئ بعينه إشارة إلى الركوع وإلى السجود بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ورد في ذلك حديث لكن يعني اللي هو إيه فإن لم يستطع أو مأ بطرفه لكن يعني في سند يعني بعضهم قال لم نقف على سنده إن شاء الله نبحث عنه طيب قال لكن عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم تفيد يعني أنه يصلي على حسب حاله فيلاحظ هنا أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال يعني لا تسقط عن المسلم بحال فيصلي على حسب ما يقدر عليه وما يستطيع قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر يعني إذا كان يصلي قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام في أثناء الصلاة انتقل إلى القيام والعكس صحيح إذا كان يصلي قائما لأنه كان قادرا على القيام ثم عجز عن مواصلة الصلاة قائما انتقل إلى القعود فإذا إذا يعني حصلت له القدرة في أثناء الصلاة على القيام وكان ابتدأ الصلاة قاعدا انتقل إلى القيام وإذا كان ابتدأ الصلاة قائما ثم حصل له العجز عن مواصلة الصلاة قائما انتقل إلى القعود
وهكذا يعني في يعني الشيء الذي يعجز عنه أو يقدر عليه في أثناء الصلاة ينتقل إلى الحالة التي تناسب ما صار عليه. قال وإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود، يعني هنا يذكر حالة لبعض المرضى أو أنه يمكنه أن يقوم ويمكنه أن يقعد لكن لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فماذا يفعل؟ قال أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا. يقول الإيماء بالركوع يكون حال قيامة، يعني هو قدر على القيام وقدر على القعود لكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود. فقدر على القيام إذن يبتدئ صلاته قائما ويقرأ الفاتحة، ثم عندما يأتي موضع الركوع فيومئ يشير يعني يحني رأسه قليلا إشارة إلى الركوع، ثم يعني يقعد ويومئ بالسجود وهو قاعد، يعني بعد ما ينتهي من الركوع والرفع منه فيقعد ويومئ بالسجود وهو قاعد. قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم، في بعض النسخ مسلم ثقة. فإذا هنا يقول يعني المريض قد يكون قادرا على القيام، قد يكون المريض قادرا على القيام لكن طبيب مسلم ثقة أخبره أنه يعني مما يتداوى به في حالته أنه لا يقوم، يعني هو قادر على القيام لكن أخبره طبيب مسلم ثقة أنه بحاجة إلى القعود وأن القعود يساعده في التداوي من مرضه وأن القيام ربما يضر بمرضه، حتى لو كان هو يقدر على القيام لكن الطبيب أخبره أن القيام يضر بمرضه ويؤخر برأه وشفاءه، فله أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام. مستلقيا من باب أولى قاعدة، يعني إذا أخبره الطبيب أنه بحاجة إلى أن يكون مستلقيا، يعني مثله في الوقت الحالي مثلا مرات يكون المريض يعني يركب مثلا بعض المحاليل أو الأدوية أو كذا ويتضرر بنزعها عنه أو بعض الأجهزة التي هو بحاجة إلى توصيلها وهو مستلق أو كذا، فيصلي وهو مستلق، ومن باب أولى إذا كان يعني جاز له أن يصلي مستلقيا بقول طبيب ثقة مسلم فمن باب أولى أنه إذا قال له أنه يصلي قاعدا يصلي قاعدا. قال ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. بالنسبة للصلاة في السفينة إذا كان يقدر على القيام صلى قائما، لا يصلي قاعدا في السفينة إلا إذا عجز عن القيام فيها. وذلك أن السفن قديما يعني كانت سفنا إيه صغيرة للمراكب الصغيرة هذه، فمرات يعني إذا قام فيها اختل توازن الركاب في السفينة وربما سقطت بهم، فمرات يكونون بحاجة إلى الصلاة قاعدين حتى لا يختل اتزانها وحتى لا يعني تغرق سفينته. فإذا كان يقدر على القيام يعني إذا كانت السفينة واسعة ويمكنه أن يقوم من غير ضرر يحصل للسفينة إذا قام فعليه أن يصلي قائما، لكن إذا يعني كان القيام يضرهم ويخشى به غرق سفينتهم صلى قاعدا. ومثله الآن موضوع الطائرة أيضا وسائل المواصلات، يعني السفينة يأخذ حكمها وسائل المواصلات الحديثة يعني التي كالسيارات والطائرات والقطارات ونحوها، فالوسائل العامة التي ليس بإمكانه أن يوقفها يعني السيارة التي يقودها هو إذا جاء وقت الصلاة يوقفها ويصلي قائما على جانب الطريق أو يقف في موضع يصلي فيه، لكن إذا كانت وسيلة جماعية وليس كالباصات والقطارات والطائرات ونحوه وليس بإمكانه أن يوقفها للصلاة في أوقات الصلوات ليس باختياره،
ففي هذه الحالة إذا كان بها مكان متسع ليصلي قائماً كطائرات الخطوط السعودية مثلاً يكون فيها مصلاً بالخلف وكذا يمكن أن يصلي فيها قائماً صلى قائماً، إذا لم يجد مكاناً للصلاة قائماً صلى قاعداً بالعذر. نعم. إذا كان بإمكانه أن يوقف إذا هو لا يقدر أن يوقف يصلي على حاله وهو قاعد يعني حتى سواء كانت يعني كانت إيه سائرة أو واقفة يعني. نفس الشيء السائق مثل الراكب يعني. نعم. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، يصح أن يصلي على الراحلة على الدابة البعير ونحوه وما يلحق بهم وسائل المواصلات، يصح أن يصلي على الراحلة وهو قاعد على الراحلة ويصلي عليها الفرض خشية الوحل، يعني إذا كانت الأرض بها وحل وليس هناك يعني مكان يستطيع أن ينزل ليصلي فيه، مكان جاف يعني يستطيع أن ينزل فيه وحل يعني طين يغوص فيه ونحوه، فله أن يصلي الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، يعني إذا لم يخشى الوحل يعني لا يصلي من أجل المرض، لا يصلي على الدابة يعني حتى لو كان مريضا مثلا يحتاج إلى الصلاة قاعدا ينزل على عن الدابة ويصلي على الأرض قاعدا إذا كان الأرض جافة يعني، لكن يعني إذا كانت الأرض جافة يستطيع أن ينزل عليها حتى لو كان بحاجة إلى أن يصلي قاعدا على الأرض ينزل على الأرض ويصلي على الأرض ولو قاعدا إذا كان مريضا، لكن ينزل لكن يصلي الفرض على الراحلة إذا كان يخشى التأذي بالوحل، أما للمرض وحده دون عذر مما تقدم فإنه يعني لا يصلي على الراحلة للمرض وحده إلا إذا كان له عذر من الأعذار المتقدمة. نعم. نعم إذا كان يستطيع القيام ويستطيع القعود أيضا ولا لا يستطيع. نعم هو هذا الذي ذكره، إذا كان يستطيع القيام والقعود ولا يستطيع الركوع والسجود، إذا يومئ بالركوع وهو قائم ويومئ بالسجود وهو قاعد، يعني عندما يكون قائما بعد ما ينتهي من الفاتحة فيحني رأسه قليلا إشارة إلى الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده يرفع رأسه بعدين يقعد ثم وهو قاعد يومئ بالسجود ورفع من السجود فيحني رأسه قليلا للسجود إشارة إلى السجود وهو قاعد. إذا كان يستطيع في الوضوء نفس الشخص هذا لا يستطيع أن يمسح ولا يغسل قدميه ولكن يستطيع أن يغسل جميعه. نعم في الوضوء إذا كان يستطيع أن يغسل بعض أعضاء جسده ولا يستطيع أن يغسل قدميه، إذا وجد من يوضئه يعني من يساعده في غسل رجليه أو استعان به على ذلك، إذا لم يجد فيغسل ما استطاع ويتيمم عن الجزء الذي لم يستطعه فيغسل ما استطاع غسله من أعضاء وضوئه والذي عجز عنه فيتيمم. نعم. أيوة. هل تصح صلاتهم بدون قضاء؟ نعم يعني صاحب العذر إذا صلى على حسب حاله خلاص أجزأته صلاته وليس عليه أن يقضي. طيب قال فصل من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين
إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. هنا يتكلم على سفر على قصر الصلاة للمسافر. فقال من سافر سفرا مباحا. قال الشارح هنا يعني أي غير مكروه ولا حرام. أي غير مكروه ولا حرام. فيشمل ذلك السفر المباح، يشمل السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر النزهة والفرجة ونحوه. فمن سافر سفرا مباحا ومن باب أولى، يعني لو سفرا مندوبا أو واجبا، واجبا زي سفر الهجرة لمن وجبت عليه الهجرة ومن كان يعني غير قادر على إظهار دينه وقادر على الهجرة، أو سفرا مندوبا كالسفر للحج والعمرة وطلب العلم ونحو ذلك. وقد يكون السفر للحج واجبا إذا كان حجة الإسلام، فيكون السفر لها واجبا. فالسفر قد يكون واجبا أو مندوبا أو مباحا كسفر للنزهة ونحوه. فإنه إذا كان هذا السفر 4 برد، البريد 12 ميلا، البريد 12 ميلا، فأربعة برد يعني كم ميلا؟ 48 ميلا. نعم. وأيضا يعني من المقاييس المستعملة يقولون إيه، 4 برد 16 فرسخة، كل بريد 4 فراسخ، كل بريد 4 فراسخ، والفرسخ كم ميلا؟ 3 أميال. صحيح؟ نعم، الفرسخ 3 أميال، يعني عندنا المقاييس الفرسخ 3 أميال، فالبريد هو 4 فراسخ يعني 12 ميلا، البريد 4 فراسخ اللي هو إيه؟ 12 ميلا. نعم، و4 برد 48 ميلا، اللي هي بالكيلوات تساوي تقريبا 80 كيلومترا تقريبا. نعم تقريبا يعني 80 كيلومترا هي بتساوي 48 ميلا يعني. فقال من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية ركعتين. سن له قصر رباعية ركعتين. إذا قصر الصلاة المسافر مندوب، ليس إيه؟ ليس واجبا. لقلب وجوب القصر هم الإيه؟ الحنفية. الحنفية عندهم قصر الصلاة واجب على المسافر، لا يجوز له أن يتم. لكن عند غير الحنفية قصر الصلاة مندوب. قصر سن له قصر رباعية ركعتين. الصلوات التي تقصر هي الصلوات الرباعية، الظهر والعصر والعشاء. الظهر والعصر والعشاء، الصلوات الرباعية الظهر والعصر والعشاء تقصر إيه؟ ركعتين. قال إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه. يعني متى يبتدئ القصر؟ يبتدئ القصر عندما يفارق عامر قريته أو يفارق خيام قومه، يعني بعد ما يخرج من حدود البلد، يخرج من حدود بلده التي هو فيها، فيخرج عن عمران بلده التي هو فيها. قال فيبتدئ الايه القصر. إذن المقصود بأربعة برد هذه اللي هي يعني منتهى السفر، يعني هو قصد أن يسافر إلى بلد تبعد عن بلده 4 برد فأكثر. يعني قصد أن هو خرج من بلده يريد السفر إلى بلد تبعد عن بلده 48 ميلا أو أكثر. لكن متى يبتدئ القصر؟ بمجرد مفارقة عمران بلد. أول ما يتجاوز عمران بلده ولو بميل واحد يبتدئ في القصر. فإذا بداية القصر تكون منذ أن يخرج من حدود بلده. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج كان يخرج من المدينة قاصدا مكة، فمكة تبعد عن المدينة يعني نحو 400 كيلومترا أو أكثر. لكنه كان يبتدئ القصر، صلى الظهر بالمدينة ركعتين، وصلى العصر بذي، صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وذو الحليفة تبعد حوالي 3 أميال فقط عن المدينة، حوالي 3 أميال فقط عن المدينة، لكنها خارج عمران المدينة. فلما
دخل عليه العصر وهو في ذي الحليفة على بعد 3 أميال فقط من المدينة، فصلى العصر ركعتين. لكن هنا ذو الحليفة ليست هي يعني نهاية السفر، لكن أول محطة في الطريق، فمجرد أن يخرج من عمران بلده يبتدئ القصد، بشرط أن يكون البلد التي يقصدها تبعد عن بلده 48 ميلاً أو أكثر. قال: وإن أحرم حضراً ثم سافر أو سفراً ثم أقام. لو أحرم في الحضر ثم سافر، وهذا قد يتصور يعني في من يصلي مثلاً على الدابة أو كذا، فبدأ الإحرام وهو قبل مغادرة حدود البلد، فبدأ أحرم بالصلاة وهو في الحضر، ثم صار مسافراً وهو في أثناء الصلاة، أو العكس يعني أحرم بالصلاة وهو في السفر ثم دخل حدود بلده فصار مقيماً في أثناء الصلاة. طبعاً كل هذه المسائل في النهاية سيقول فيها يلزمه الإتمام، يعني من أحرم في الحضر ثم سافر ما حكمه؟ يلزمه إتمام الصلاة. ومن أحرم في السفر ثم دخل الحضر قبل أن يتم صلاته لزمه الإتمام. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر. ذكر صلاة حضر في سفر، يعني وهو مسافر تذكر أنه ترك صلاة ظهر مثلا أو كذا، نسي أن يصليها، الصلاة كانت وجبت عليه في الحضر لكنه تذكرها في السفر فيصليها تماما، وجب عليه أن يتمها أيضا. يعني تلاحظون كل الأشياء اللي فيها يعني احتمال القصر والإتمام، يقول لك يلزمه الإتمام. فالصلاة وجبت عليه في الحضر وتذكرها في السفر لزمه أن يتمها، أو عكسها، يعني الصلاة فاتته في السفر وهو يقضيها في الحضر لزمه أن يتمها أيضا. يعني صلاة وجبت عليه في السفر وتذكرها في الحضر وجب عليه أن يتمها، صلاة الحضر إذا تذكرها في السفر أتمها، وصلاة السفر إذا تذكرها في الحضر أيضا أتمها. أو ائتم بمقيم، من ائتم بمقيم، مسافر إذا ائتم بمقيم لزمه إتمام الصلاة، يعني صلى إماما، صلى مؤتما بإمام مقيم، أنت مسافر والإمام مقيم من أهل البلد، صليت مع أهل البلد وجب عليك إتمام الصلاة. قال: أو بمن يشك فيه، يعني دخل خلف إمام ولا يعرف هل هذا الإمام مقيم أو مسافر، فلزمه إتمام الصلاة أيضا، يلزمه الإتمام. نعم، لكن هنا يعني قال، يقول هنا في الشرح، ممكن نقرأ من الشرح، يقول أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، أي في إقامته وسفره، لزمه أن يتم. وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، قال لك حتى لو هو شك في الإمام مسافر ولا مقيم، فقال لك لزمه أن يتم الصلاة، حتى لو بان أن الإمام مسافر، الإمام صلى ركعتين وسلم، اتضح أنه مسافر ولا يعرف الإمام مسافر ولا مقيم، دخل مسجدا لا يعرفه والبلد يعني فيها مسافرون وفيها مقيمون، فهو لا يعرف هل هذا الإمام مسافر أو مقيم، فقال لك لازمه الإتمام، حتى لو اتضح له أن الإمام مسافر وبعد ركعتين الإمام سلم وخرج من الصلاة عليه أن يتمه. قال: لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس فله لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر. يعني إذا غلب على ظنه أن الإمام مسافر لكونه مثلا عليه هيئة المسافرين أو علامة تجعله يغلب على ظنه أنه مسافر فله القصر. وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت، قال لم يضر. يعني هنا أيضا ذكر يعني أنه يجوز إذا كان عنده احتمال أن الإمام مقيم أو مسافر فله أن يدخل في الصلاة ويقول إن أتم الإمام، يعني في نيته أنه إن
أتم الإمام أتممت، وإن قصر الإمام قصر، فيجوز ذلك، فإن قصر الإمام قصر معه. نعم. نعم. هنا في المذهب حتى لو المسافر أتم بمقيم، حتى لو دخل قبل سلام الإمام، ولو دخل في الركعة الأخيرة أو قبل سلام الإمام، لزمه أن يتم الصلاة حتى لو أدرك ركعتين أو أقل من ركعتين. ألا يكون ذلك أتردد في النية؟ نعم. أتردد في النية. أتم مصر على قصر. ألا يكون ذلك؟ لا، يعني هنا لم يعتبروا هذا من التردد الذي يضر، يعني التردد الذي يضر في مثلا في الاختلاف النية من فرض إلى نفل أو كذا، لكن هي نفس الصلاة، لكن هل يصليها تامة ومقصورة؟ فقال هو تبع للإمام. طبعا دليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرات يعني ما كان، يعني لم يذكر في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه قبل الصلاة، يعني فلم يكن ينبه قبل الصلاة، كان بعد الصلاة يقول إنا قوم سفر، فكان بعد الصلاة يعني يقول إنا قوم سفر يقصر وينبه بعد الصلاة إلى أنهم مسافرون، ويأمر إيه من كان من أهل البلد أن يتم صلاته. فالذي يدخل يعني مع الإمام، يعني الإمام لا يلزمه أنه يبين قبل الصلاة أنه سيتم أو يقصر، فإذا المأموم دخل ونيته أنه سيصلي على حسب ما يصلي الإمام، فإن أتم أتم وإن قصر قصر، قل يجوز ذلك. نعم. الأيام لسه هيجي إن شاء الله. حاضر حاضر. بالنسبة للمدة لسه هتكلم عنها. نعم. أنا لو أسكن في يعني مينيسوتا، ويعني سافرت إلى مكة، ويعني في نيتي الرجوع يعني فيما بعد يعني إلى مينيسوتا، فهل مسألة المدة هيجي الكلام على المدة؟ حاضر. المدة لسه سيأتي الكلام عنها. طيب، يقول أو اتم بمقيم، يعني لزمه إتمام الصلاة، المسافر إذا اتم بمقيم لزمه إتمام الصلاة، أو بمن يشك فيه أيضا لزمه إتمام الصلاة، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها أيضا فيلزمه إتمام الصلاة. قالوا مثال هذه المسألة يعني شخص مثلا إيه مسافر واتم بمقيم، مسافر واتم بمقيم، فالآن يلزمه إتمام الصلاة، فأحدث في أثناء الصلاة، انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، فراح جدد وضوءه والآن يعيد الصلاة، قال يلزمه أن يعيدها تماما 4 ركعات، مع أنه مسافر، بس قال لك طالما يعني الصلاة وجبت عليه تامة في المرة الأولى، ولكنه أحدث في أثنائها، فهو الآن يعيد الصلاة، فعليه أن يعيدها تامة. أو لم ينوي القصر، قالك إذا لم ينوي القصر عند إحرامها أو شك في نيته، كذلك يعني إذا لم ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة فلزمه أن يتم الصلاة، وإذا شك في نيته شك هل نوى القصر أو لم ينوه لزمه إتمام الصلاة أيضا. كل هذه الصور يلزمه إتمام الصلاة. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. هنا المذهب أنه إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لزمه إتمام الصلاة، يعني المسافر يقصر في الطريق، ثم إذا وصل إلى بلد، هنا إذا كان ينوي الجلوس في هذه البلد أقل من يعني 4 أيام أو أقل، فله أن يقصر خلال هذه الأيام. إذا نوى أن يقيم في البلد يوما أو يومين أو 3 أو 4 يقصر، إذا نوى أن يقيم في البلد 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر من ذلك، لزمه أن يتم من لحظة وصوله إلى البلد التي يعني يريد أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام. يعني على المذهب هنا مثلا خرج من مينيسوتا مثلا سافر إلى شيكاغو مثلا، أو يريد أن يمكث فيها 5 أيام، إذا يقصر في الطريق، هو في الطريق حتى يصل، إذا حضرته صلوات في الطريق يقصر، لأنه في الطريق
يعني المكان الذي يمر فيه في الطريق لا لن يرد لسه فيه أربعة أيام ولا أكثر. لكن أول ما يصل إلى شيكاغو عليه طالما نوى أن يجلس فيها خمسة أيام لزمه أن يتم فيها الصلاة. قال أو كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. الملاح هو قائد السفينة. فقال بعض الملاحين ليس له محل إقامة معين، يعني السفينة هي دار إقامته ومعه أهله، ويعرف ذلك أنه معه أهل، ليس يعني الملاح نوعان، ملاح مثلا ترك أهله في بلد معين وهو مثلا يقود السفينة وبعدين يرجع إلى أهله إلى بلد إقامته، فهذا يعتبر مسافرا يأخذ أحكام المسافر. لكن الملاح الذي يصطحب أهله معه في السفينة وهي السفينة هي داره، ويتنقل من بلد إلى بلد، وكل بلد يعني يمر بها مثلا ينزل فيها يقيم فيها ثم يواصل قيادة سفينته إلى بلد آخر. فمن كان ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد فيلزمه أن يتم في جميع البلدان التي وفيها طالما ليست له دار إقامة معينة. قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما. إن كان له طريقان يعني طريق بعيد وطريق قريب فسلك أبعدهما قصر، لأنه مسافر سفرا بعيد. يعني لو البلد التي يريد الوصول إليها لها طريقان، أحد الطريقين يزيد عن 48 ميلا أو أكثر، وهناك طريق آخر ممكن يكون أقصر من هذا الطريق مثلا أقل من 48 ميلا. فإذا هو سلك الطريق الأبعد أخذ حكم المسافر طالما الطريق الذي هو فيه يصل فيه إلى البلد التي قصدها من هذا الطريق تكون 48 ميلا أو أكثر فإنه يقصر. يعني العبرة بالطريق الذي يسلكه حتى لو كان للبلد طريق آخر أقصر من الطريق الذي سلكه. قال أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. يعني لو صلاة فاتته في سفر وتذكرها في سفر آخر، مش صلاة سفر تذكرها في حضر، نحن قلنا صلاة سفر تذكرها في حضر يتم، لكن صلاة سفر فاته في سفر صلاة ظهر مثلا وبعدين في سفر آخر تذكر أنه في السفرة الماضية كان عليه صلاة مثلا صلاة ظهر فاتته في السفرة الماضية فهو يقضيها في سفر يقصرها يصليها القصر. نعم. لا، إذا سلك الطريق الذي هو أقل من 48 ميلا لا يقصر، لكن إذا سلك الطريق الذي هو 48 ميلا أو أكثر قصر. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. قال وإن حبس يعني المحبوس المسجون والمحبوس والأسير يقصر أبدا. نعم. فقال وإن حبس فالمحبوس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا. فمن حبس ظلما أو حبس بمرض أو بمطر ونحوه يعني حبسه عن العودة إلى بلده فإنه يقصر أبدا. قال أو أقام لقضاء حاجة أو أقام لقضاء حاجة. بس طبعا هنا يلاحظ يعني قال إيه ولم ينوي إقامة. ثم قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني ذهب إلى بلد يريد أن يقضي حاجة فيها ومتى ما انتهت حاجته رجع وطالت حاجته عن أربعة أيام فإنه يقصر. لكن هنا الشارح يقول يعني إن ظن
ألا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم. لكن إذا كان يظن يعني يغلب على ظنه أن حاجته لا تنقضي إلا أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. لكن لو كان يعني مثلا كل يوم يعني يقول لعلها تنقضي اليوم، لعلها تنقضي غدا، لعلها تنقضي بعد غد، والأمر استمر به لا يدري متى تنقضي حاجته، فحتى لو مكث أكثر من أربعة أيام فله له أن يقصر يعني. نعم نعم، المسافر إذا أتم بمقيم. المسافر إذا أتم بمقيم في صلاة ظهر أو عصر لزمه الإتمام. نعم معلش ما سمعت جيدا. صلى مرة مع المقيم والصلاة التي بعدها إذا الصلاة التي بعدها صلىها مع مسافر يقصر، أو صلىها منفردا يقصر. يعني مرات المسافر صلى بعض الصلوات مؤتما بمقيم، فالصلاة التي صلىها مؤتما بمقيم يتمها، والصلاة التي صلىها مؤتما بمسافر يقصرها، والتي صليها منفردا يقصرها. يعني مرات في نفس السفرة يتم بعض الصلوات ويقصر بعض الصلوات. الصلاة التي صلاها مؤتما بمقيم أتمها، أو حتى يعني أو أتم بمسافر يتمها أيضا، فإن أتم بمن يقصر الصلاة قصرها معه، وإذا صلاها منفردا قصرها. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.